السياحة الروسية تعود إلى الغردقة وشرم الشيخ، ومصر تحلم بمليون سائح روسي. الأزمة الاقتصادية تحاصر التجار السودانيين، ومخاوف من ارتفاع نسب التضخم. وفي المغرب طلاسم وصفات الأطباء ممنوعة بأمر القانون. برنامج اليوم مع باسل صبري ورؤى ريان. صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامج اليوم من هنا من استديوهاتنا في دبي. نطلع عليكم كل صباح، يسعد صباحك باسل. صباح الخير عليك يا رؤى. خلينا نتكلم في البدايه عن اولمبياد طوكيو اللي اطفات شعلتها امس. اسدل الستار على واحده من اصعب بطولات الاولمبياد اللي اجريت وسط ظروف احترازيه مشدده بعد ما تاجلت لمده عام بسبب جائحه كورونا. اعتقد باسل انه جاء الوقت انه الابطال يحتفلوا اخيرا بالميداليات اللي كسبوها، وحنا كمان بدورنا او جميعا كمان نحب انه نحتفل بفريق اللاجئين. صحيح، فريق اللاجئين بالتحديد يستحق تسليط الضوء. ربما لم يفوزوا باي ميداليات في العاب طوكيو، ولكنهم على الاقل تغلبوا على عقبات اكبر من الرياضيين الاخرين، والهموا المشاهدين العالميين بتصميمهم وتحديهم للاحكام المسبقه على اكثر من 82 مليون نازح قسريا حول العالم. هذا الفريق تكون من 29 رياضي ينحدرون في الاصل من 11 دولة، شاركوا في 12 مسابقة رياضية في طوكيو، وكان من بينهم لاجئون عرب. نعم باس، طبعا هذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها فريق من اللاجئين في الألعاب الأولمبية، وذلك بعد المشاركة الأولى في دورة ريو دي جانيرو التي تنافس فيها 10 رياضيين لاجئين من 4 بلدان مختلفة. وحقق الفريق الذي لعب تحت راية الألعاب الأولمبية في أفضل النتائج الشخصية رغم عدم الحصول على أي ميداليات. في اعتقادي يعني مجرد التنافس في هذه الألعاب يعتبر إنجاز هائل لهؤلاء الرياضيين، ولا شك في أنهم واجهوا بالفعل الكثير من المصاعب التي تحملوها فرارا من الحرب والاضطهاد، أو حتى مجرد العيش في مخيمات اللاجئين أو التكيف مع الحياة في بلد وثقافة في جديدة. يعني هم يعني في النهاية يستحقون كل التحية والتقدير على هذه المشاركة. نبدأ حلقتنا من مصر، حيث تستعد مطارات المدن السياحية للبحر الأحمر لاستقبال رحلات الطيران القادمة من روسيا نحو الغردقة وشرم الشيخ بعد انقطاع دام لنحو 6 سنوات. عودة الطيران المنتظم ستعيد الآلاف من السياح الروس إلى المطارات والشواطئ والمرافق الترفيهية للبحر الأحمر، وسط تفاؤل المصري بانتعاش السياحة التي تضررت بفعل تداعيات الوباء، من خلال سعي مصر لاستقطاب نحو 1 مليون سائح روسي هذا العام. وكان السياح الروس قد توقفوا عن القدوم لسنوات بعد سقوط الطائرة المدنية الروسية عام 2015 في سيناء ومصرع جميع ركابها. هي عودة طال انتظارها. شواطئ البحر الأحمر تستقبل اليوم أول أفواج السياح الروس القادمين إليها بعد انقطاع دام ل6 سنوات. هذه الخطوة تأتي وسط تفاؤل مصري بعودة الاقتضاض للشواطئ والمرافق السياحية في الغردقة وشرم الشيخ وانتعاش الموسم السياحي. ويشكل السائح الروسي رقما صعبا للسياحة في مصر، حيث تشير بيانات هيئة تنشيط السياحة أن نسبة السياح الروس تقدر بنحو 30%، وهي نسبة كفيلة بإنعاش الموسم السياحي الذي تضرر بفعل تداعيات الوباء، وهو ما تعول عليه وزارة السياحة التي أكدت استكمال كافة الإجراءات الأمنية والصحية اللازمة لاستقبال الوفود السياحية من روسيا. وحتى وقت قريب كانت الرحلات الجوية الروسية المباشرة إلى المرافق السياحية في الغردقة وشرم الشيخ معلقة على إثر سقوط طائرة روسية في صحراء سيناء عام 2015 وعلى متنها أكثر من 200 راكب. لقوا حتفهم في حادث مفجع قبل أن يعلن أحد التنظيمات الموالية لداعش في سيناء مسؤوليته عن الحادث. استئناف الرحلات بشكل دوري من روسيا نحو الغردقة وشرم الشيخ يشكل بادرة أمل بتحقيق التوقعات المصرية الصادرة عن وزارة السياحة والأثار، والتي تسعى لاستقطاب أكثر من 1 مليون سائح روسي خلال العام الجاري. الحديث أكثر ينضم إلينا الآن من القاهرة الخبير السياحي ورئيس تحرير المسلة بوابة السياحة العربية الأستاذ أشرف الجداوي. صباح الخير عليك أستاذ أشرف. يعني مطار الغردقة اليوم على موعد مهم مع عودة الرحلات المنتظمة من روسيا، في رأيك كيف سيتم استقبال هذه الرحلة؟ صباح الخير عليكم وصباح الخير على مشاهدينكم.
بالتأكيد طبعا حيتم مزيد وحفاوة غير عادية بعد 6 سنين زي ما تفضلتم وقلتوا في تقريركم من انقطاع السياحة الروسية إلى مصر، وتحديدا إلى الغردقة وشرم الشيخ. طبعا شرم الشيخ والغردقة بيتميزوا بأنهم مقاصد سياحية بتجذب دائما وأبدا كانت السياحة الروسية، وتتبعها السياحة الألمانية والسياحة الإنجليزية. ونأمل النهاردة إن شاء الله بعد الحفاوة والاستقبال اللي حيتم بواسطة المحافظة وبواسطة هيئة تنشيط السياحة وبواسطة المحافظ المقصد السياحي هناك، بالتأكيد حيكون لي رد فعل أكثر من رائع. عايز أقول لحضرتك العاملين هناك في قطاع السياحة مش بس في الغردقة وأيضا في شرم الشيخ يعني على أهبة الاستعداد ومتشوقين ولديهم نعم. يعني حماسة غير عادية لمقابلة السائح الروسي مرة أخرى. طيب سيد أشرف، يعني بالحديث عن الرحلات المقبلة ستكون بتردد 5 رحلات أسبوعية لكل من الغردقة وشرم الشيخ، هذا كيف سينعكس على قطاع السياحة والترفيه في مدن البحر الأحمر؟ يعني ما اقدرش اقول النهارده ان العشر رحلات سواء بتوع الطيران المنتظم الروسي او زيهم الطيران مصر للطيران الشركه النقليه الوطنيه بتاعت مصر، اعلنت ايضا ان النهارده هيتم برضو نفس الجدول ونفس تسيير عدد الرحلات ده. مش هقدر اقول ان هو هيزود بقدر الامكان الفعاليات او هيزود الحركه، لان انا عايز اقول لحضرتك يعني كثير من الناس يغفل ان الان تحديدا الغردقه النهارده حركه السياحه الداخليه بتمثل حوالي 99% واحنا في الجو ده في منتصف اغسطس، ومع ذلك حركه السياحه الداخليه هناك بتمثل 99%، قد تكون بادره خير طبعا بالنسبه لشرم الشيخ لان هي يعني اقل في الحركه الان بالنسبه لحركه الاشغال. ولكن هما الاثنين زي ما قلت لحضرتك يعني العاملين بالقطاع حتى في بقيه المقاصد يعني بيتمنوا طبعا مزيد من الحركه، مزيد من الاستمراريه للحركه الروسيه، وبخاصه الحركه الروسيه كانت بتصل احيانا ما قبل يناير 2011 وما قبل حادث 2015 كانت بتمثل حوالي 90 و100 رحلة أسبوعيا قبل يناير 2011، وبعد قبل حادث المؤسف بتاع 2015 كان بيوصل حوالي 50 رحلة. فالرقم ده بالنسبة لنا احنا يعني متواضع جدا. احنا نأمل في الفترة اللي جاية وبالفعل طبقا للتقارير اللي طالعة من روسيا واللي صادرة من هيئة السياحة الروسية ان هناك اكثر من 9 شركات على رأسهم الشركة الوطنية هناك للطيران بالفعل استصدروا تراخيص لتسيير رحلات خلال الفترة اللي جاية، وبخاصة ان ده بيأتي بعد ما الاسبوع الماضي اللي كنت تعلمه الكل يعلم ان الاسبوع الماضي كان هناك اخر لجنة من السياحة الروسية ومن النقل الروسي ومن الطيران الروسي اطلعت على كافة الاجراءات سواء الامنية والاجراءات الوقائية الصحية، وقالت ان مصر الحمد لله بفضل الله بقت بخير. يعني كم يعني تقريبا من السياح نتوقع في الاشهر المقبله؟ هل نتوقع ان نكسر الهدف 1 مليون سائح في الاشهر القليله المتبقيه من العام؟ يعني نقدر نقول ان احنا فاضل 4 شهور من العام، بالفعل من الممكن ان احنا نتوقع لو الحركه زي ما قلت لحضرتك من التسعه من الـ من الـ من الـ من الشركات الطيران العارض التسعه شركات دي هتقدم فعلا او مقدمه اوريدي برامج وهناك شركات على مستعده ليها وتم الاتفاق معاها، بالفعل الحركه ممكن يعني تصل او تلامس 1 مليون سائح ان شاء الله.
نعم. طيب خلينا نتكلم عن أهمية السائح الروسي للسياحة المصرية وإنعاشها لهذا القطاع اللي تضرر بفعل الوباء خلال الفترة الماضية. بالتأكيد السائح الروسي كان ضلع كبير، كان بيمثل 33% مش بس 30%. آخر إحصائية كان بتقول قبل في 2015 2014 كانت السياحة الروسية بتمثل 3.8 مليون سائح. إذا هي المصدر الرئيسي والقطاع اللي بيعول عليه الكثير من الشركات المصرية، سواء في الغرداء سواء في شرم الشيخ، وبخاصة ان البرامج باتت من 2014 باتت متنوعة. بمعنى ايه؟ ان البرامج السياحية مش بس برامج ترفيهية شاطئية، ولكن الضم اليها بالتنسيق مع المحافظات الاخرى زي محافظة الأقصر ومحافظة أسوان، تم عمل برامج مشتركة لأخذ السياح يعملوا البرنامج ده والبرنامج ده في برنامج واحد، بحيث ان السائح يستمتع من الناحية الشاطئية ومن الناحية الترويحية الاستجمام، وأيضا إنعاش لينا للسياحة الثقافية. فده أضف لهذا أن السائح الروسي النهاردة المتوسط بتاع معدل الإنفاق بتاعه بيوصل ل $95 في اليوم، وده يعني أعتقد أنه متوسط عادل بالنسبة للحركة الآن فيما بعد أو فيما في أثناء كورونا. إحنا ما تجاوزناش كورونا لغايه دلوقتي، لم نتجاوز طيب كورونا. طيب مصر اليوم لديها يعني هتبقى حركه طبعا بالتاكيد دفعه قويه الى الامام، وهذا ربما لان مصر لديها اليوم خطط طموحه جدا او احلام طموحه جدا فيما يتعلق بالسياحه، مصدر الدخل او احد مصادر الدخل الرئيسيه لمصر. هل ترى ان الخطط بشكل عام سواء بالنسبه لروسيا او بالنسبه للسياح العالميين بشكل عام تسير في الاتجاه الصحيح؟ سؤال جيد وسؤال عميق، وأبقى غير منصف لو أنا بشتغل على الملف ده بقالي 30 سنة سواء السياحة أو الطيران أو السفر، وأقدر أقول لك إن العالم كله ماشي في الاتجاه الصحيح. حتى الآن ما زالت حالة عدم اليقين هي المسيطرة على القطاعات. بمعنى إيه؟ بمعنى إن آياتا اللي هي اتحاد النقل الجوي يومياً أو يوم ويوم عشان ما نبقاش متجاوزين بتصدر تقارير، هذه التقارير تتضارب مع بعضها. شوية يقولوا الباسبور الأخضر أو التطعيم، شهادة التطعيم دي اللي بقت على الموبايل هتدي دفعة للناس، شوية يحذروا يقولوا يا حكومات خلي بالكم إن ما زال الحجر الصحي المؤسسي بيضايق الناس، شوية بيقولوا هذه انطلاقة نعم. كبرى، شوية يتراجعوا. كذلك مجلس السياحة العالمي، مجلس السياحة العالمي نفس الحال، يطلع بيانات مبهجة أحيانا وبعد كده يتراجع فيها، يقول ده لسه أصل حصل في أوروبا كذا، متحور دلتا بيعمل كذا، فرنسا حصل فيها كذا. فحالة عدم اليقين دي أنا ما أقدرش أن أنا أقول إن إحنا سايرين على الطريق الصحيح، ويمكن نعم. أكثر المتفائلين بيقولوا إن يعني نستطيع إن إحنا نتفائل بالوضع السياحي أو حركة السفر والسياحة، ممكن نقول خلال منتصف منتصف 23. يعني سيد أشرف، يعني الجميل في الموضوع أنه فتحت الخطوط ما بين روسيا ومصر. عموما أشكر مداخلتك معنا لهذا النهار أشرف الجداوي، رئيس تحرير المسلة بوابة السياحة العربية، شكرا جزيلا لك. بمناسبة الحديث عن روسيا سنتحدث عن السياحة في روسيا هذه المرة، فبينما تغلق العديد من الدول حدودها في وجه السياح بسبب تداعيات الجائحة، تستقطب موسكو هذه الأيام أعدادا كبيرة من السياح العرب بالتحديد الذين يزورون بالطبع المعالم الأثرية المعروفة هناك، ومن أشهرها شارع نيكولسكايا الأثري وسط موسكو. دعونا نتعرف أكثر على جولاتهم في العاصمة الروسية.
الحياة تعود رويدا رويدا إلى شارع نيكولسكايا وسط موسكو. 5 عقود من التاريخ تختزلها جدرانه، ومع عودة الحركة السياحية إلى العاصمة الروسية عاد إليها السياح ومن بينهم عرب. السواح العرب يهتمون بالهدايا التذكارية التي تجسد التراث والفلكلور الروسي. للأسف أعداد السياح تناقصت عن السنوات الماضية، والآن أكثر السواح العرب هم من قطر والإمارات. السياح العرب في موسكو يستقطبهم هذا الشارع لما فيه من معالم أثرية بالإضافة إلى المقاهي والمطاعم المنتشرة على جانبيه، رغم أن أعدادهم انحسرت بسبب أزمة كورونا والإجراءات الاحترازية المرافقة لها، والتي تمنع في الوقت الحالي مواطني عدد من الدول العربية من السفر إلى روسيا لأجل السياحة. شوف والله موسكو وايد حلوة، أكثر شيء عجبنا الجو والمطاعم والأكل. صراحة أجواء ممتازة، والبلاد ما شاء الله نظيفة، والتعامل الناس يعني أحسن تعامل. والله السياحة بروسيا حلوة، البلد حلوة، البلد أمينة، البلد نظيفة. موسكو راح تخطف الأنظار من مدن كثيرة جدا، لأنها تتمتع بكافة الأمور والتفاصيل. أهم ما فيها التاريخ ومستوى تسوق المدرن. تعود تسمية شارع نيكولسكايا إلى برج نيكولسكايا على جدار الكرملين، ويعد مركز انطلاق التجارات القديمة إلى المدن الروسية الأخرى قبل 500 عام. شارع ده أول مكان ظهرت فيه دار للطباعة الكتب الروسية، وأول مكان للبث الإذاعي والتلفزيوني التجريبي في روسيا كلها. شارع حيوي جدا، وشارع بتمر منه كل السياح طبعا، لأن موقعه استراتيجي في وسط قلب 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 موسكو. رغم تداعيات أزمة كورونا، احتلت روسيا مرتبة متقدمة على سلم الوجهات السياحية لمن يسمح لهم بدخولها من الجنسيات العربية، بالأخص مع الإغلاقات المتواصلة في وجه السياح بعدد من الدول. هنا وسط موسكو يجتمع الحاضر مع 5 قرون من التاريخ. شارع نيكولسكايا بأبنيته التاريخية ومعالمه الأثرية نقطة جذب للسياح وخاصة السائح العربي. فراس مارديني، الحرة، موسكو. مشاهدينا، بعد الفاصل، الأزمة الاقتصادية تحاصر التجار السودانيين، ومخاوف من ارتفاع نسب التضخم. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. السودانيون خائفون من ارتفاع الأسعار أكثر فأكثر في بلادهم، وغلاء الأسعار يضيق الخناق على التجار، وبالتالي يؤدي إلى ركود أعمالهم. وقد يتساءل البعض عن سبب هذا الغلاء. السبب الأساسي هنا هو ارتفاع أسعار الوقود التي تسببت في ارتفاع تكاليف نقل البضائع، وبالتالي انعكس هذا على أسعار السلع. إذن تجار السودان في ورطة اليوم مع ركود أعمالهم. القوى الشرائية للمستهلكين السودانيين باتت ضعيفة جراء غليان معدل التضخم الذي قفز في مايو الماضي إلى حوالي 380%. إذن في نظرة سريعة على أهم المواد والقطاعات التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأسعار في الفترة الأخيرة. ارتفاع تكلفة الاستيراد والنقل من الموانئ والمناطق، مناطق الإنتاج إلى المدن والأسواق الرئيسية، أدى إلى ارتفاع يتراوح ما بين 40 إلى 50% في معظم السلع الأساسية. وبما أن الأسواق السودانية تعتمد على المواد المستوردة لتغطية أكثر من 70% من احتياجاتها، فإن ضعف الجنيه يؤثر كثيرا على مستوى أسعار معظم السلع الاستهلاكية، مما يحد من القدرة الشرائية للموظفين وذوي الدخل المحدود، والذين يشكلون نحو 65% من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 39 مليون نسمة. وأيضا تأثر قطاع النقل بالزيادة الكبيرة في أسعار الوقود التي ارتفعت بنسبة تقارب 100%. كما تأثرت أسعار قطاع الغيار بارتفاع قيمة الدولار الجمركي من 28 إلى 440 جنيه. ويشهد نقل الركاب ما بين المدن السودانية ركودا كبيرا في ظل ارتفاع تكلفة النقل بنسبة 400% مقارنة مع العام الماضي.
يرتاد خطاب رمضان سوق الخرطوم بحري 3 مرات كل أسبوع لشراء احتياجاته من سلع استهلاكية ضرورية، لكن غلاء أسعار اللحوم والخضروات والدقيق والزيوت المتصاعد بشكل يومي فاقم معاناة الرجل الذي يقول إن حياته هنا في ظل الأزمة الاقتصادية أضحت لا تطاق. بصراحة كده عادي مغرر إني أشيل أسرتي كلها وما شنو عايشة في مصر، أحسن لفت من الأوضاع هنا بصراحة كده عادي. واقع الحال في أسواق العاصمة بدا محكوما بالمتغيرات التي تطرأ شهريا على معدل التضخم الذي وصل خلال شهر يونيو لأكثر من 413%، وهو أمر أثر سلبا على حركة البيع والشراء في معظم المحال التجارية. فبينما يشكو المستهلكون من غلاء الأسعار يشتكي التجار أيضا من الركود والكساد. الكلام ده لنا قريب الشهر ونص، السوق متقلب والأسعار ما ثابتة، ونحن ذاته تضايقنا، يعني نجيب بضاعة نشتريها الصباح نمشي آخر اليوم نجيب بسعر ثاني. فوضى المضاربة على الأسعار تعود لأسباب مختلفة، ربما أهمها غياب الرقابة الحكومية على الأنشطة التجارية التي أتاحت للتجار إمكانية تحديد الأسعار وفقا لرؤيتهم في أحايين كثيرة. أي سلعة معروضة في السودان الآن الربح الذي يصل إلى التاجر لا يقل عن 70% أو 80%، وفي بعض الحالات يصل إلى 500% 600%. هذا ناتج جراء سياسة الحكومة السابقة بأنه عدم وجود رقابة على الأسواق. هي إذن مشكلة استدركت الحكومة خطورة مآلاتها مؤخرا على معاش الناس، فسارعت إلى تنظيم حملات في الأسواق ألزمت بموجبها التجار بالإعلان عن أسعار ما يبيعونه من سلع استهلاكية. الفترة اللي فاتت كانت في فوضى كبير جدا، فوضى عارمة في الأسعار. إحنا ما دارين نقول والله التاجر ده إحنا عايزين زي ما بيقولوا نقبضه ولا نأثر عليه، ولا إحنا نقول له يا أخي إحنا دارين منك حاجة واحدة، دارين إنك تشتري السلعة دي لما تجي تخدها تاخدها لنا ديباجة. إن حمى ارتفاع الأسعار في البلاد ما هي إلا عرض لأزمة اقتصادية شاملة، تقول حكومة حمدوك إنها تسعى للحد منها. غلاء أسعار السلع الاستهلاكية كان أحد أسباب اندلاع الاحتياجات التي أطاحت بحكم عمر البشير، وعليه فإن تفاقم الأزمة الاقتصادية على النحو الذي تعيشه البلاد الآن يشكل تهديدا لمسار الفترة الانتقالية. عبد الباقي العوض، الحرة، الخرطوم. للمزيد معنا الآن من الخرطوم الدكتور السماني هنون أستاذ الاقتصاد والعلوم المالية، أهلا بك وصباح الخير دكتور السماني. يعني ما الذي يحدث اليوم مع الأسعار والتضخم في السودان، وهل تختلف أسباب اليوم عن الأمس أم أنه استمرار لنفس الموجة؟ صباح الخير لمشاهدي قناة الحرة وشكرا لإتاحة هذه الفرصة. أعتقد أن ما يحدث الآن في السودان بيختلف نوعيا عما كان عليه في الماضي. الارتفاع في الأسعار في الفترة الأخيرة كان سبب الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة الانتقالية من تحرير لسعر الصرف و أيضا إعفاءات ضريبية وحزمة من الإجراءات قامت بها الحكومة ورفع الدعم وغيرها، سببت في حالة الانفلات وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق. هذا الارتفاع يختلف عما كان عليه في الماضي. كان سبب الارتفاعات في الماضي المضاربة والجرائم الاقتصادية في ظل نظام عمر البشير، أما الآن حزمة الإصلاحات الاقتصادية هي السبب المباشر للارتفاعات الضخمة في أسعار السلع والبضائع في الأسواق السودانية، ومما أدى إلى تراجع القوة الشرائية للمستهلك السوداني وأصبح عاجز عن الوصول إلى أساسيات الحياة من خبز ودواء وتعليم وصحة وغيرها، وبالتالي الإجراءات الاقتصادية الأخيرة قد تقود البلاد إلى نوع جديد من التضخم الركودي أو الاستاغفليشن. هذا الوضع قد يحتاج إلى إجراءات موازية في معالجة التضخم ومعالجة الركود أيضا نتيجة انحسار القوة الشرائية للمستهلك السوداني. فالتضخم الحالي يختلف نوعيا عما كان عليه في الماضي.
طيب دكتور، يعني التضخم او زياده الاسعار اللي صارت هذه يعني تسببت بشكل يشل المستهلك المواطن والتاجر على حد سواء، يعني ذكرت ان هناك بعض الاجراءات اللي لابد القيام بها لاصلاح الوضع، اذا كيف يمكن تسهيل حياه المواطن والتاجر في نفس الوقت؟ نعم، معلوم كما ذكر الأخ عبد الباقي في تقريره، من أسباب اندلاع الثورة المسارات الاقتصادية في السودان وحالة فساد الاقتصاد في السودان. هذه دولة تعاني من فساد مزمن وسوء إدارة واضحة للموارد، وفي أكثر من مرة ذكرنا أن هي دولة من أقنى الدول من حيث الموارد وفيها أفقر شعب، وبالتالي واضح جدا سوء الإدارة سبب رئيسي جدا لتصاعد التضخم في الفترة الماضية. أختي الكريمة، المؤسسات الدولة غائبة تماما عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها كبح جباح التضخم في الاقتصاد. البنك المركزي لم يتحدث يوم ولم يفتح عليه الله في يوم من الأيام بتقديم أي سياسة نقدية من شأنها كبح جباح التضخم والحد من الآثار السالبة لإجراءات إصلاح الاقتصاد. وزارة المالية أيضا كلها نتيجة محاصصات. ليس هنالك اقتصاديين أكفاء يستطيعون أن يخاطبون جذور المشكلة من خلال تطوير سياسات مالية ونقدية من شأنها الحد من تصاعد التضخم بهذه الطريقة الانفلاتية. هذه الأوضاع الوبائية التي يعيش فيها الأسعار هذه الأيام أنهكت الإنسان السوداني وحولته إلى حالة العدم، حالة العدم الديستيتيوت، لا تستطيع أن يوفر أي شيء نتيجة تآكل القوة الشرائية ونتيجة انهيار الدخل بشكل غير مسبوق. هذا ينعكس سلبا على حجم المبيعات بالنسبة للمتاجر في الاقتصاد، وبالتالي الشيء الطبيعي جدا أن تغلق أبوابها هذه المتاجر ويبدأ حالة الركود والبطالة في الاقتصاد تتصاعد، ومن ثم يعاني الاقتصاد من مشكلتين بدل مشكلة واحدة، مشكلة التضخم الجامح زائدا مشكلة الركود وتزايد نسبة البطالة. ليس هنالك اقتصاديين أكفاء، أكرر هذا الكلام. في السودان نخرج أعداد كبيرة من الطلاب في الجامعات، ولكن للأسف الشديد لا يوجد اقتصاديين لإدارة الاقتصاد بالشكل الذي يخدم مصلحة الشعب ومصلحة الوطن. طيب على الجانب الآخر، يعني الحكومة نفسها يعني تلقي باللائمة على ارتفاع تكلفة دعم الوقود في ظل تراجع الانتاج النفطي، برأيك هل هذا يعني مبرر كافي لرفع الأسعار في حد ذاته؟ أبدا، غير كافي تماما. هذه هي جزئية من حالة سوء إدارة للاقتصاد الكلي. لماذا لا تتحدث عن الفساد؟ لماذا لا تتحدث عن سيطرة تجار النظام السابق على سلع استراتيجية للاقتصاد ويتحكموا فيها لتحقيق أهداف سياسية؟ هذه أعتقد أنه غير موفقة في توصيف لأسباب الارتفاع في الأسعار نتيجة هذا الإجراء. أعتقد أن الحكومة مطالبة أكثر من أي وقت مضى أن تحرك بسرعة في ملفات الاقتصاد، لأن الأزمة الاقتصادية بلغت مداها وأصبحت تضرب المنتج والمستهلك على حد سواء. فلا بد من اتخاذ إجراءات اقتصادية حقيقية، وبعض العناصر من النظام السابق وهم نافذون في الحكومة يعرقلون إجراءات الإصلاح. تحدثنا عن تغيير العملة في الاقتصاد، تحدثنا عن آليات مكافحة الفساد، تحدثنا عن أشياء لا يمكن. الاقتصاد ليس علم للعواطف، إنما علم عقلاني يعتمد على البدائل، وبالتالي بهذه العقلية نستطيع أن نغير من حال الشعوب التي أضناها الفقر والمصطبة والعوز في هذه الأيام الصعبة التي يمر فيها الشعب. نعم، أنا أشكر مداخلتك معنا لهذا النهار الدكتور السماني هنون، أستاذ الاقتصاد والعلوم المالية، شكرا جزيلا لك. ننتقل الآن من هذا الارتفاع الملحوظ في الأسعار والتضخم الذي يعاني منه السودان إلى معاناة أخرى لدى الآلاف من العائلات الأفغانية التي شردت مؤخرا بسبب نيران طالبان على عواصم أقاليم قندهار وهيرات وهلمند، علما بأن الحركة مستمرة في اعتداءاتها وسيطرت صباح اليوم على 5 من عواصم الولايات الأفغانية البالغ عددها 34. دعونا نرى إلى أين وصل الحال بالعائلات الأفغانية الهاربة من ديارها. آلاف العائلات الأفغانية تشتتت وضاعت وهربت من الديار بعد تكثيف حركة طالبان هجماتها على المدن الأفغانية في الأيام الأخيرة، مستهدفة عواصم أقاليم قندهار وهيرات وهلمند. لقد تركت أطفالي، لقد فقدناهم. ناك بيبي فقدت الاتصال بزوجها وطفليها أثناء فرارهم جميعا من قتال عنيف في المدينة. كان يتم إطلاق الرصاص في كل مكان، أنا قلقة على أطفالها، هل احترقوا؟ هل أصيبوا بالعمى؟ ما الذي حدث لهم؟
ويعيش حاليا معظم العائلات التي هربت إلى أماكن أكثر أمانا في المدينة في ظروف مزرية، مخلفين كل أغراضهم ومتعلقاتهم وراءهم. لم نحضر أي شيء معنا، هناك الكثير من الجرحى هنا ولا يمكننا الحصول على العلاج. ومع تزايد عدد النازحين في قندهار والمحافظات الأخرى، لا يزال العديد منهم بلا مأوى ويعيشون في مخيمات مؤقتة. نزح ما يصل إلى 22,000 شخص مؤخرا من منازلهم، ليس فقط من مناطق في مقاطعة قندهار، ولكن أيضا من 7 مناطق مختلفة في المقاطعة. إذن حال الأفغانيين العزل حاليا في قندهار وسواها من المدن الأفغانية يؤكد مرة جديدة على أن المواطنين هم في الغالب من يدفع ثمن الفواتير السياسية الباهظة، ونيران طالبان الكثيفة طالت حياة العائلات الأفغانية وحولتها إلى بؤس ومرارة. الآن نصل مشاهدينا إلى أحد ملفاتنا الرئيسية، ملف قد يبدو غريب بعض الشيء ولكنه مهم ورئيسي وأساسي لحياة الكثير من المواطنين. اليوم بقوة القانون بات إلزاميا على الأطباء تحسين خطهم، وهذا في المغرب بالتحديد. يعني الفكرة بالطبع تبدو غريبة وغير مألوفة، ولكن ما الذي يعنيه ذلك بالضبط يا رؤى؟ نعم باسم، أنه كثيرين يجدون صعوبة، وأنا واحدة منهم بأمانة، يجدون صعوبة كبيرة في فك طلاسم بعض الوصفات الطبية التي يكتبها الأطباء لمرضاهم، ولا يفكها إلا الصيدلي المجاور للطبيب. صحيح، هذا إذا ما استطاع هو يعني أيضا فك هذه الطلاسم. اليوم صار الأطباء في المغرب بعد تعديل مدونة أخلاقيات مهنة الطب الذي قدمه وزير الصحة، أصبحوا مجبرين على تحسين خطهم عند كتابة الوصفات العلاجية للمرضى حتى يستطيع الجميع قراءتها. نعم باسل، وأيضا يتضمن التعديل القانوني الجديد منع الطبيب من قبول هدايا عينية أو نقدية أو أي منفعة أخرى مبالغ فيها من المرضى. هي مشكلة صعبة جدا، يعني لأن دي ممكن تنقل يعني تركيز أو حرف ينقل الدواء من مرض لمرض تاني. والله المفروض الدكتور على الأقل برضو يعني يكون على الأقل يعني يكتب الحاجة بحيث إنها تبقى واضحة لأي حد يعرف يقراها، يعني حتى لأنه بعض الصيادلة برضو بيجيبوا ناس لسه مبتدئين ما بيعرفوش يقروا الخط كويس، فممكن يديني حاجة غلط لو أنا مش فاهم. يعني ما هي أحيانا حصلت مرة لأن الصيدلي ما عرفش يقرأ الخط يدى لابن بنتي دواء خطأ وبتاع، بس الحمد لله يعني الحناية. بس فيعني أهم حاجة أن الخط يكون بتاع الدكتور واضح شوية علشان برضك الصيدلي يعرف يقرأه. لما كنا بالجامعة نكتب بسرعة ورا الأطباء فتعودنا على السرعة، صار الخط يطلع يعني مو مفهوم أو مو واضح، والدكتور لما يفتح عيادة ويجي مرضى كل مريض يكتب له تقريبا يعني الأدوية يعني هي تقريبا نفسها أو الحالات يعني متشابهة. الوصفة احنا عندنا ببغداد شي يسوي؟ يكتب ما أعرف لغز بياناتهم ما أدري شنو، يكتب الاسم عفوا العلاج بالإنجليش، بس شنو ما يوصل ليها بصورة صحيحة، لازم أروح نفس الصيدلية المتفق وياه على الوصفة، ما أدري وصفة مزيفة على مود بياناتهم، عمولة يطيع عمولة للدكتور أو أبو الصيدلية يطيع عمولة للدكتور. والله هو المفروض ما ينكتب هذا الخط، لأن أغلب الصيدليات اللي نروح عليها ما يفهم على كتابته. المفروض أن الدكاترة يوضحون الكلمة مالتهم، أم كانت إنجليزية أو عربية، يعني أكثر الحالات إحنا نروح نأخذ العلاج غير صحيح. في أطباء خطهم مرتب وواضح، وفي أطباء خطهم يدوب تنفك الخط تاعهم، فبنحاول نعرف من المريض الحاله تاعته نقرب لها اقرب شيء، ما استطعنا على طول بتصل على الطبيب ولا اصرف شيء غلط. بسلامه المرضى والاداء يعني مهم صيدلانيه متقنه، انه لازم الخطوط تكون تنكتب بتاني وشوي شوي يعني بخط واضح للمرضى. في خطوط خرافيه هي بتكون بصراحه، يعني انك انت انا ما بقدرش يعني انا بالمره بقدرش ان انا افكها بالمره، بس لا في خطوط ان انا ممكن مع لسه هلا كل ما صارت الاكسبيرينس عندي زياده فبقدر ان انا يعني احصل على المعلومه اسرع. يعني
دعونا الآن نتعرف على بعض الحقائق المتعلقة بخط الأطباء غير المفهوم في وصفاتهم الطبية وتبعاته السلبية أيضا على المرضى. بداية، يقول المعهد الوطني لكلية الطب والأطباء في الولايات المتحدة إن ضيق حجم ومساحة الورقة التي يكتب عليها الطبيب وصفته من الأسباب التي تجعله يكتب بخط يصعب فك رموزه. من الأسباب أيضا ازدحام مواعيد حجوزات الأطباء بحسب الدراسة، ما يجعلهم يكتبون دواء بسرعة مع التركيز فقط على توضيح الأحرف الأولى المميزة للدواء دون غيرها. أما السبب الثالث فاعتبرت الدراسة أنه ناتج عن إدراك الأطباء بأن هذه الورقة في النهاية ستحفظ في ملفات الأرشيف ولن ينظر إليها أبدا من جديد. لكن مع ذلك سوء خط الأطباء له مضاعفات خطيرة، فهو يتسبب في مقتل 7,000 شخص سنويا بحسب الدراسة، ونصف مليون شخص يعانون من إصابات سنوية في الولايات المتحدة فقط بسبب الدواء الخطأ، في حين أن نسبة الخطأ في شراء الدواء بناء على وصفة مقدمة عبر البريد الإلكتروني لا تتعدى 10% فقط. إذن ينضم إلينا الدكتور العلوي سيد اختاري الكاتب العام الجهوي للفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة المغرب فرع جهة العيون الساقية الحمراء. أهلا وسهلا بك دكتور. في البداية لو تقول لنا لماذا تم تعديل مدونة أخلاقيات مهنة الطب في هذا التوقيت بالذات، يعني لما نتكلم عن المشاكل الناتجة عن سوء خط الأطباء في كتابة وصفتهم القديمة. بالنسبة للوقت الحالي، السلام عليكم كلكم ومرحبا بالضيوف، مرحبا بقناة الحرة. نحن بالنسبة للحالة اليوم، لأن المغرب دائما يستعجل الأمور قبل أوانها، لذلك هو استعجل هذه القضية من أجل أن يكون هناك ازدحام كبير من أجل هذه الجائحة التي هي كورونا، لذلك قرر أن يكون الخط واضحا لكي لا يتسنى للشخص أن يتسنى ما 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 يحتاجه من دواء وبسرعة فائقة، لأن لا يفهم كتابة الأطباء إلا الأطباء والصيادلة لأنهم من نفس الجامعة في كل دول العالم، فيبقى لمساعدين الصيادلة دائما البحث والسؤال والتعرف على الخطوط، وذلك حسب الدكاترة القرباء إلى تلك الصيدلية أو الناس الذين يذهبون إلى الدكاترة بالمستوصفات القريبة من الأحياء. طيب الحل المقترح من أجل السرعة لاستفادة المريض وكذلك لعدم اكتظاظ الناس بالصيدليات، هذا هو السبب، عدم اكتظاظ الناس بالصيدليات لكي لا تكون عدوى من هذه الجائحة. لطف بنا الله وبكم وجميع الأمة والمؤمنين. طيب الحل اليوم دكتور العلوي، هل هو في تحسين خط الطبيب أم في إلزام الأطباء باستخدام وسائل إلكترونية ربما في كتابة هذه الوصفات؟ أنتم كما تعلمون أن هذا القرار أتى في تحسين الخط، وكذلك كان واجب أن يوضح للمريض، لأن المريض يعني حسب الجمعيات وما تقول الجمعيات المدنية، لأن المغرب يعتمد على المجتمع المدني أكثر من أي شخص، لأن المجتمع المدني هو من يحكي وهو من يساير ما يكون، لذلك قرر في القانون 225 وألزم بالمادة 39 و37 كذلك. لا. المادة 39 يجب على الطبيب كذلك أن يعالج ويقرأ للمريض ليفهم، لأن المرضى لا تفهم ما سبب المرض وما هو الدواء وكيف. صحيح. يعني بسرعة. طيب. لأن الاكتظاظ، لأن لأن الأطباء بالنسبة للمدن الكبرى. نعم. والمجتمع قلائل. طب الدكتور، إذا الطبيب لم يلتزم إلكترونيا وواضحا، إذا الدكتور لم يلتزم يعني بكتابة خط مقروءة ومفهومة، يعني هل يجازى وكيف يعاقب؟
نحن بالنسبة لنا نحن دولة مؤسسات لا نعاقب إلا بشكاية. إذا تقدم شخص بشكاية أو عن طريق جمعية حقوقية، لأن نحن نعتمد على حقوق الشخص وحقوق الإنسان والحريات، إذا تقدم شخص نعم سيكون هناك عقاب أو توقيف لمدة بسيطة، يعني ما لا تتجاوز أسبوع أو ثلاث أشهر إذا كان طبيب خاص أو طبيب يعني تابع للدولة. لكن إذا كررها يكون العقاب أكثر، في الأول يكون العقاب بسيط وبعدها، ولكن نعتمد على المجتمع المدني لأن المجتمع المدني هو الذي يوصل المؤسسات لأعلى. هو في هذا التعديل الجديد يعني من حق الصيدلي أن يرفض صرف الدواء إن لم يستطع قراءة الوصفة، صحيح؟ لا، أنت تعرف نحن كصيادلة، أنا أمثل صيادلة، نحن بمشيئة الله أو بدراستنا، أنت تعرف لأن الدراسة في الطب تعتمد على السرعة، لذلك يكون الخط رديئا، نحن نعتمد على السرعة والسماع، الأستاذ يتحدث، نحن لا نعتمد على المقررات 100%، نعتمد على البحث أو السماع للأستاذ، لذلك عندما نكون نكتب بسرعة فائقة، فلذلك يكون الخط رديئا بالنسبة للأشخاص العاديين، لكن بالنسبة للأطباء عالميا يكون واضحا. طيب، لأنها سرعة اليوم عندما تصل أو يصل المريض إلى الصيدلية ويعطي الصيدلي هذه الورقة، إن لم يفهمها الصيدلي هل من حقه أن يرفض إعطاء دواء للمريض، أن يرد المريض؟ بطبيعة الحال لا يمكن، لأنه لا يتحمل المسؤولية. لكن إذا كان هذا سبب هذا المشكل هو مثلا إذا غاب الطبيب الدكتور الصيدلي مثلا في فترة الغداء، أو غاب في فترة أو مشكل مثلا عائلي، لذلك المساعد الصيدلي هو من يسقط في هذا المشكل، لأن يبقى الدكتور الطبيب الصيدلي يبقى دائما عارف لجميع الخطوط تقريبا، لأنه بمجرد ما ينظر إلى الأدوية متتالية يفهم بسرعة كبيرة الأحرف، لأننا نحن نعرف دكتور سريعا، يعني ذكرت أنه لا يمكن أن ترد الورق، ولكن يعني من يتحمل المسؤولية زي ما ذكرنا قبل شوي من ضمن الأرقام أنه في ناس يتحمل المسؤولية من اشتكى به الشخص. نعم، نحن شكرا جزيلا على مجتمع مدني لأنها مؤسسات أكيد. ومؤسسات الدولة تعتمد على الشكاية أين انطلقت ومن أين أتت. واضح، أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا هذا الصباح دكتور العلوي سيدي ختاري، الكاتب العام الجهوي للفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب فرع جهة العيون الساقية الحمراء، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، بعد الفاصل، من أجل المزيد من التعاون الاقتصادي، نظام موحد لربط المدفوعات ما بين دول الخليج، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. اقتصاديا وفي منطقة الخليج بالتحديد، تتجه البنوك المركزية لدول مجلس التعاون إلى بدء إنشاء نظام لربط المدفوعات والتعاملات المالية بين السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعمان. نعم باسل، وبحسب الجريدة الرسمية في السعودية سيكون هذا الربط المالي مخصصا لتنفيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات وأوامر الدفع بين دول المجلس، مع التأكيد على تعزيز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات الخليجية من أي مخاطر محتملة. خطوة جديدة نحو تعميق التعاون والاندماج تتخذها دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن هذه المرة من بوابة الاقتصاد، حيث تسعى دول المجلس إلى إنشاء نظام موحد لربط المدفوعات بمختلف المصارف والبنوك الخليجية. وبحسب الجريدة الرسمية في السعودية، فإن اتفاقية الربط المصرفي للمدفوعات ستشمل مختلف المصارف في السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وعمان، فيما تهدف مزايا المشروع إلى اختصار المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ التحويلات المالية بين الدول، واعتماد تقنيات موحدة في عمليات التحويل المالي، وتوفير بيئة آمنة لتفادي مخاطر أمن المعلومات مصرفياً،
ودعم التعامل بالعملات المحلية لدول الخليج، وهو ما ينعكس على تعزيز الاستقرار المالي لدول المجلس. ولتحقيق كل ذلك سيكون للبنوك المركزية في الدول المشاركة صلاحية مراقبة نظام المدفوعات فيما بينها، وعليها تشكيل لجنة من محافظي المصارف المركزية للإشراف على إدارة النظام المالي المشترك في محاولة للنهوض بالقطاع المصرفي الذي واجه صعوبات مالية كبرى منذ بداية الجائحة الصحية. حديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت المحلل الاقتصادي الأستاذ عواد النصافي. صباح الخير عليك في البداية أستاذ عواد. يعني لكي نفهم ربما حجم هذه الخطوة يجب أن نعرف ما هي أهمية الربط الموحد بالنسبة لهذه الدول وبالنسبة لمنطقة الخليج. أولا صباح الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. في حقيقة الأمر هي خطوة هو إن أتت متأخرة، لكن أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل أبدا. هي خطوة نحتاجها اليوم لتوحيد الإجراءات وتسهيل عمليات نقل الأموال بين دول الخليج. الخطوة مهمة جدا، وهي خطوة حتى للاتحاد النقدي وكذلك لقيام العملة الخليجية. فهذه أنا في تصوري هي خطوة مهمة، خاصة بعد الخلاف الذي تم في قضية إقامة العملة الخليجية. في 2016 تم تأسيس شركة المدفوعات الخليجية، ولكن من 2016 إلى اليوم رأت النور العملية اللي نتكلم عنها، وهي قيام النظام الموحد. نعم، طيب سيد عواد، يعني كيف راح يسهل أو يأثر هذا الربط الموحد في عمل الشركات ذات الفروع المتعددة في الخليج؟ طبعا هذا اولا سوف يسهل عمليه انتقال الاموال باللحظه، لان لو وضحنا القضيه بشكل افضل، في كل دوله من دول الخليج هناك نظام ربط موحد بين البنوك المحليه يرعاه البنك المركزي المحلي في كل دوله، وهذا مما يساعد على تسهيل انتقال الاموال ونقل الاموال والمدفوعات بشكل سريع وبنفس اللحظه. لكن المشكله الاساسيه كيفيه عمل عمليات المدفوعات خارج حدود الدول، وهذا ما تم بالفعل، وهو تأسيس شركة المدفوعات الخليجية التي شارك فيها جميع بنوك المركزية في الدولة. هذا سوف يساعد على نقل الأموال بسرعة، كذلك سوف يساعد عملية تسهيل التجارة والتسهيل الاستثمار فيما بين دول الخليج، انتقال الأموال بين أفرع البنوك. هذه بشكل عام سوف تساعد بشكل كبير، خاصة على أسواق الأموال. طيب التسهيل والسرعة والانفتاح والتوسيع، كل هذا عادة ما يأتي معه المخاطر، يعني هنا نتحدث عن مخاطر الاحتيال والاختراق. في رأيك الشخصي، هل بالفعل تزداد هذه الفرص من خلال خطوة مثل هذه، أم أنها يعني مدروسة بشكل كافي ولن تكون هناك مثل هذه المخاطر على الإطلاق؟ لكل دواء أعراض جانبية، يعني هي في القضية المخاطر الاحتيال والنصب هي موجودة أصلا داخل الدول نفسها، يعني قضية الارتباط النظم الإلكترونية هي تواجه هذه الأزمة أيا كان الوضع، يعني سواء داخل الدولة أو في قضية الاتفاق الجديد. لكن في النظم المالية هي مؤمنة بشكل كبير ومعمول فيها حماية بشكل أفضل، ولا نعتقد أنها سوف تكون عائق أو سبب لإيقاف مثل هذه العمليات. ولكن بشكل عام قضية الاحتيال هي احتيال، قضية الاحتيال الإلكتروني هي مشكلة عالمية ولا ترتبط بهذا الاتفاق بشكل عام. لكن البنوك مؤمنة، والبنوك تستخدم نظم آلية ونظم إلكترونية عالية جودة، من الصعب جدا اختراقها أو التعامل من خلالها في قضايا الاختراق أو الاحتيال الإلكتروني. طيب كيف راح تدعم هذه الخطوة التعامل بالعملات المحلية لدول المجلس؟
هي في حقيقة الأمر يعني التفاصيل تحديد العملة، عملة التحويل بذاتها هذا مهم جدا في تحويل عملة، وكذلك قضية ضمان تأرجح سعر الصرف، لأن الآن احنا نتكلم عن عملية تمت مثلا بين الكويت والإمارات، عملية العملية إجراء العملية بذاتها وتاريخ التسوية مختلف تماما عن بعضها، وكذلك ما هي الضمانات في قضية إتمام هذه العملية. هذا ما تم في هذه الاتفاقية، وأن أصبح وأن هناك تعليق ولا تشمل هذه العمليات حتى قوانين الإفلاس داخل هذه الدول، وهي خطوة مهمة، لأن بمجرد الضغط على زر التحويل هو التزام على الدولة الذي تم لها التحويل أو تم منها التحويل في سداد المبلغ بغض النظر عن ما يؤول إليه في قضية تأرجح سعر الصرف أو اختلاف توقيت العملية وتوقيت الدفع. لذلك فهي مهمة جدا، خاصة لو تكلمنا عن الأسواق المالية اليوم وقضية الشراء وبيع الأسهم في الأسواق الخليجية، هذه مهمة جدا في قضية نقل الأموال وتسهيل الاستثمارات في الأسواق المالية. اليوم احنا نتكلم في كل دولة، الآن أي شخص داخل الدولة من الممكن أن يشتري أسهم ويدفع في نفس اللحظة وتحول الأموال في نفس اللحظة وتحول الأسهم أيضا في نفس اللحظة، لكن المشكلة تكون بين العمليات عابرة الحدود، فهي تحتاج ضمانات من نوع آخر، وهو ما تم في حقيقة الأمر وما تم تحت رقابة البنوك المركزية، وهي خطوة مهمة، يعني ليست تحت قطاع خاص، لكن هي تحت عين وهي يعني خطوة راح تعزز من الاندماج ما بين الأسواق. أنا أشكر مداخلتك معنا لهذا النهار المحلل الاقتصادي عواد النصافي، شكرا لك. وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج اليوم، إلى اللقاء، وأكيد نشوفكم بكرة في نفس الموعد، في أمان الله.